السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين متابعي قناة أطفالي في كيجي، أهلا وسهلا بيكم دايما منورينا. الناس اللي بتشوفنا لأول مرة ياريت ما تنسوش تدوسوا على كلمة سبسكرايب عشان يوصل، وتفعلوا الجرس إن شاء الله عشان يوصلكم كل جديد. احنا في القناة بنساعد على تأسيس الأطفال بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، بنعتمد على توصيل المعلومات بطريقة بسيطة جدا جدا للأطفال عشان يقدروا يستوعبوا المعلومات اللي احنا بنديها لهم. فان شاء الله يا ريت الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك ليه. النهارده هناخد ان شاء الله انجليش. عندنا ايه؟ هناخد ليتر جي. يلا كده مع بعض بسرعه بسرعه نشوف الحدوته النهارده بتاعتنا. كان يا مكان كان في يوم بيت كبير خالص مليان ليترز، وكان جوه البيت مليان ليترز كتيرة خالص، وكان بره البيت قاعد دودة شقية على طول على طول جعانة وعلى طول ايه عايزة تاكل. الدودة الشقية الجعانة ديت كان كل ما يخرج ليتر بره البيت تعمل ايه؟ تفتح بقها خالص وهم هم تاكله وتحطه فين؟ وتحط جوه في بطنها. النهارده هيخرج، كان قاعد في البيت ليتر جي. ليتر جي كان قاعد جوه البيت قاعد كده براحته، كان كده جوه البيت كان كابيتال. كان ايه كابيتال؟ هنعمل ايدينا كده عشان نوصل الطفل مع موضوع كابيتال دوت. هنعمل ايدينا كبيره كده، كان كابيتال ايدينا كاننا ماسكين كره كبيره كابيتال، بس كبري ايدك خالص على قد ما تقدري. كابيتال كابيتال كابيتال. كان ليتر إيه؟ كان ليتر جي قاعد جوه البيت عمال يلعب وكان مبسوط خالص خالص. وبعدين لقى نفسه كده زهقان عايز يخرج يتمشى بره شويه. عمل ايه ليتر جي؟ خرج ليتر جي بره البيت وهم هم مين قبله؟ الدوده الشقيه قابلت ليتر جي. عملت فيه ايه؟ فتحت بقها كبير خالص وهم هم كلته وحطته فين؟ حطته جوه في بطنها. يا حرام، ليتر جي بقى صغنن خالص خالص اول ما دخل جوه بطن الدوده. طب يلا نشوف مع بعض كده الدوده اول ما هتاكل ليتر جي ايه اللي هيحصل فيها. الدوده اول ما هتاكل ليتر جي كل ما هتيجي تتكلم مش هتعمل غير صوت واحد. عارفين الصوت دوت هيبقى صوت عامل ازاي؟ هيبقى ج ج ج ج ج. يلا نشوف مع بعض كده، يلا كلنا نقول زي الدوده ونقلدها كده في الصوت اللي هيطلع منها. ج ج ج ج ج ج ج ج ج. طب يلا كده نشوف مع بعض يا حبايبي يا حلوين. الدوده كده بعد لما اكلت ليتر جي بقى ايه؟ بقى سمول سمول، بقى جي سمول، بقى جي سمول. يبقى ليتر جي وهو كان قاعد جوه في البيت كان جي كابيتال، اول ما الدوده الشقيه ديت اكلته بقى ايه؟ بقى جي سمول. جي كابيتال جي سمول، جي كابيتال جي سمول. طب يلا نشوف مع بعض كده انا هكتب ليتر جي ازاي يا ميس. بص يا حبايبي معايا، طبعا كل احنا اتفقنا ان كراسه الانجليش بتاعتي مسطره ازاي؟ مسطره كده سطرين كده، صح؟ صح. طب يلا نشوف جي كابيتال بعمل ايه. بصوا معايا، جي كابيتال هاجي بواحد من هنا من فوق، انا عندي السطرين اهم، هاجي فوق السطر دوت بحبة صغننين كده واقوم نازل بواحد ينزل عند فين؟ ينزل عند السطر التاني. بعد ما ينزل عند السطر التاني ايه يا ميس؟ هعمله كده كده كده، هعمله دي. يبقى اهو واحد اهو ينزل من فوق لتحت، واقوم عامله له ديل كده واقوم لبسه طاقيه على طول. يبقى دوت كده جي كابيتال. طب يا ميس يا ميس، ينفع اعمل جي كابيتال كده؟ لا يا حبايبي، كده اهوت مش كده، مش حلو خالص كده، شكله مش حلو. جي كابيتال عشان اكتبه بطريقه صح كده لازم يبقى مكتوب مظبوط. مكتوب مظبوط ازاي؟ اهو انا عندي كراسه الانجليش مسطره سطرين كده قريبين من بعض، صح؟ هاجي بواحد كده نازل 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 وينزل على السطر التاني. فين؟ اهو عند السطر التاني، هطلع له كده بديل كده او نص طبق كده. ايه كمان؟ هلبسه طاقية عشان كده الشمس،
يبقى دوت اسمه ايه؟ اسمه جي كابيتال. طب يا ميس ينفع اعمل جي كابيتال كده؟ لا يا حبايبي، دوت صغنن خالص كده شكله مش حلو، وده كمان كده شكله مش حلو. طب يا ميس ينفع اعمله كده ينزل كده من على السطر؟ لا يا حبايبي، كده برضو مش حلو خالص خالص، كده مش ينفع. بصوا شكله مش حلو ازاي، مش احنا عايزين خطنا يبقى جميل خالص خالص؟ يبقى هعمل ايه؟ هعمل كده، هكتب كده، انا عندي السطرين اهوت، هجيب واحد كده، واحد اهو كده، وينزل بطبق كده صغنن، والبسه طاقية على طول. عشان ايه؟ عشان الشمس. يبقى انا كده كتبت هنا لتر جي، خطي جميل وخطي جميل وخطي جميل. انما دوت كده خطي مش حلو، هنا كمان كده شكله مش حلو، هنا كمان شكله مش حلو خالص، وكبير خالص ازاي كده ياكي خالص. طب ينفع يا ميس اعمله كده وكده وكده؟ لا يا حبايبي، برضو هو كده الشرطة بتاعته فوق عند الواحد. الشرطة بتاعته فين؟ فوق عند الواحد، اهي فوق الواحد بالظبط، فوق راسه. طب جي سمول يا ميس هكتبها ازاي؟ بصوا معايا اهو، ادي السطرين بتوعي اهمت. جي سمول انا عندي اعمل ايه؟ السطرين اهم صح؟ هاجي من عند السطر الاولاني ده كده، وانزل بواحد واحد واحد، ينزل تحت السطر التاني، وبعدين كده الشرطة بتاعته، وكده بدل ما هلبسه طاقية هحط فوق راسه نقطة. يبقى دوت اسمه ايه؟ اسمه جي سمول. يبقى جي كابيتال بيعمل ايه؟ بينزل من فوق من عند السطر الاولاني، يجي من فوق السطر الاولاني ينزل ينزل ينزل، بس اوعى ينزل من عند السطر التاني. طب جي سمول لا، جي سمول بيجي عند السطر الاولاني ويقوم نازل بواحد واحد، ينزل تحت السطر التاني ويقوم طالع بالطبق الصغنن بتاعه واحطه في راسه نقطة. يبقى دوت جي سمول. طب يا ميس ينفع اعمل جي سمول كده بين السطرين عشان هو سمول؟ لا اهوت يا حبايبي، ده كده غلط. طب يا ميس ينفع اعمل جي سمول كده يطلع من فوق السطر دوت وينزل تحت كده؟ لا يا حبايبي، برضو كده غلط. عشان اكتبه صح يبقى خطي جميل جدا جدا، اهو بصوا دوت خطه جميل ازاي، اهو واحد اهو ينزل تحت كده كده، وبعدين انزل باللام، عامل زي كده، عارفين عاملين زي ايه؟ زي كده العصاية بتاعت الشمسية، واحط هنا فوق منه النقطة. عارفين عصاية الشمسية؟ مش احنا الشمسية بتاعتنا عاملة كده، وبعدين كده وكده، اهي الشمسية بتاعتنا اهو، عامل زي الشمسية بالظبط. بصوا جي كابيتال اهو، لو انا شلت الحتة اللي فوق دي كده اهي، بصوا العصاية بتاعت الشمسية اهي، صح؟ ايه رأيكوا بقى؟ يبقى كده جي كابيتال عامل زي ايه؟ زي العصايه بتاعت الشمسيه، لو انا عملت له كده كمان بقى شمسيه. شفتوا؟ اتعلمنا رسمه الشمسيه كمان اهي. ماشي؟ يبقى انا كده كتبت جي كابيتال، كتبت ايه؟ جي سمول. يبقى احنا اتفقنا ان جي كابيتال عامل ازاي؟ جي كابيتال اهو، عندي كراسه مسطره سطرين، كراسه الانجليش مسطره سطرين، صح؟ هعمل ايه؟ هعمل العصايه بتاعه الشمسيه تنزل، بس اوعى اوعى تنزل من على السطر الثاني، هي اخرها السطر الثاني بس، ما تنزلش من تحتيه. وبعد كده هحط لها كده واحد نايم فوقيها كده، هحط لها البسها طاقيه على طول، او كده ديت اعمل عصايه الشمسيه. طيب جي سمول لا، جي سمول يا ميس هتنزل من تحت على تحت السطر، هتيجي من السطر الاولاني وتنزل تنزل تحت لحد فين؟ تنزل تحت تحت هنا شوية، تحت السطر التاني بشوية، واقوم اعمل لها الطبق بتاعها واحط فوقيها نقطة. يبقى يلا كده مع بعض نقرأهم، جي كابيتال جي سمول، جي كابيتال جي سمول. تعالوا نكتبها هنا بطريقة احسن عشان نقرأهم مع بعض كذا مرة. شفتوا الميس اتلخبطت ازاي؟ اهوت مين مصحصح خالص اخد باله؟ اهوت يا ميس، جي كابيتال ما ينزلش من على السطر التاني، جي سمول لا ينزل، بس هو برضو ما يطلعش فوق السطر الاولي. يلا نقرأ مع بعض كده، جي كابيتال جي سمول، جي كابيتال جي سمول، جي كابيتال جي سمول. طب يلا نشوف مع بعض كده الفوكابلري بتاعك لتر جي. بصوا حبايبي، انا عندي احنا اتفقنا ان ايه؟
ان الدودة الشقية اول ما هتاكل لتر جي هتعمل مش هتعمل غير صوت واحد بس. ايه هو الصوت دوت؟ هيبقى الصوت ج ج ج ج ج ج ج ج ج. طب يلا نشوف كده. ده جوج جوج جوج. طب دي صورة ايه؟ جام 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 جام. جوس جوس. ج ج ج جوج ج ج ج. جام ج ج ج جوس جوج جام جوس. طيب تعالوا نشوف كده. يبقى الهوم ورك بتاعي النهارده هاخده ايه؟ هكتب لتر جي كابيتال جي سمول. هكتبه تحتيها الهوم ورك، هكتبه هنا كده تحتيها ودي تحتيها. طيب تعالوا كده، ما قلت لك ماتش وعندي هنا عملت ايه؟ عملت هنا جي وعملت ايه وعملت اي، قلت لك ماشي وكتبت لك. نكتب هنا جي سمول اي كابيتال الكابيتال. قلت لك كده وصل كل لتر كابيتال باللتر سمول بتاعه. بصوا معايا، انا عندي اهو اي جي اي. طب لتر اي، اي سمول بتاعه عامل ازاي؟ ده لتر اي سمول؟ لا طبعا. طب ده اي سمول؟ لا برضو. فين اي سمول؟ اهو يا ميس. يبقى اعمل ايه؟ اهو كده ماتش. كده انا عملت ماتش. طيب ده اسمه ايه؟ جي سمول. طب فين جي كابيتال بتاعه؟ ها ده جي كابيتال. ايوه يا ميس احنا لسه واخدينه حالا. يبقى اعمل ايه؟ اهو اوصل ده بده. طب دوت اسمه ايه؟ دوت ايه كابيتال. فين سمول؟ اهو. طيب ممكن نعمل ايه كمان؟ تمرين اسمه، في تمرين اسمه رايت ذا سمول ليتر. هعمل ايه؟ هكتب كده الليترز كابيتال والولاد هم يكتبوا الليترز سمول. عندي جي كابيتال والاولاد هم اللي هيكتبوا الليتر جي سمول. مثلا عندي ليتر ايه؟ عندي اي عندي بي في تاني دي. ده تمرين اهوت ان انا هكتب الليترز كابيتال والولاد هم يكتبوا سمول. في العكس رايت ذا كابيتال ليتر، انا هكتب سمول ليترز بطريقه سمول والولاد هم يكتبوها كابيتال. طب يلا نشوف كده مع بعض. الاول رايت ذا سمول ليتر، ليتر جي كابيتال. فاكرين الجي سمول بتاعته احنا لسه واخدينها كانت عامله ازاي؟ عاملة زي كده العصاية بتاعت الشمسية بس عندها نقطة فوق. طب ايه سمول؟ ايوه يا ميس، نص دايرة وواحد عنده ديل. طيب ايه كابيتال؟ ايوه يا ميس ايه سمول كده نص دايرة صغننة وواحد عنده ديل. بي كابيتال، بي سمول بتاعته اهي. دي كابيتال، دي سمول بتاعته فين؟ اهي. طب كده خلصنا. ايوه يا حبايبي كده خلصنا. يا ريت الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير. والناس اللي بتشوفنا لاول مره يا ريت ما تنسوش على كلمه سبسكرايب عشان وتفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويا ريت ما تنسوش تشوفوا الوصف بتاع الفيديو، ان شاء الله هتلاقوا فيه فيديوهات هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.